الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع في جبل أولياء جنوب الخرطوم. مسيرة مؤيدة للجيش السوداني في شمال أم درمان واشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في عدة مناطق في الخرطوم. رويترز تكشف تفاصيل آخر لقاء للبرهان وحمدتي في مزرعة قرب الخرطوم قبل اندلاع الحرب. في ظل الوضع الأمني المتوتر في الخرطوم، امرأة تضع مولودها على متن سيارة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث، والتي تكون مواكبة لآخر التطورات والأحداث والمستجدات في السودان. فعلى إثر موافقة طرفي الصراع الجيش والدعم السريع على تمديد الهدنة ل 72 ساعة إضافية، انتهاكات عدة سجلت، اتهم كل طرف الآخر بها. فقد أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ومنطقة بحري وأخرى متقطعة في أم درمان حيث تتمركز قوات الدعم السريع، كما أشار إلى أن الجيش نفذ طلعات جوية فوق مقر القيادة العامة في الخرطوم، فيما رد الدعم بإطلاق المضادات الأرضية. الجيش السوداني قال إنه قتل عددا كبيرا من قوات الدعم السريع في جبل أولياء جنوب الخرطوم بعد أن صد ودمر هجوما لها. Thank you.
من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث سالم الهاشمي. أهلا بك سالم، ما هي آخر التحركات والتصعيد على الأرض وطبيعة الاقتتال كيف هي الآن؟ نعم، هنالك هدوء نسبي في مدينة الخرطوم، الخرطوم المدينة وليس الولاية، الآن فيها هدوء نسبي إلى حد ما رغم بعض أصوات الرصاص وكذلك بعض المدافع الثقيلة والخفيفة بين الفينة والأخرى في مناطق متفرقة في محيط مطار الخرطوم مثلا، وكذلك بالقرب كذلك من منطقة بري وهي منطقة سكنية ليست بعيدة من هذا المكان. أنا الآن هنا أقف في أحد المواقف أو هي محطة لنقل الركاب إلى ولايات مختلفة وهي الولايات الشرقية والشرقية الجنوبية. هذه المحطة التي تقل عدد من الركاب المتوجهين إلى الولايات الشرقية بما فيها ولاية الجزيرة وكذلك القضارف وكذلك بعض الولايات المختلفة في شرق السودان وفي جنوبه كذلك. نعم سالم، هل هذه الطرق مؤمنة سواء في الوصول إلى الحافلات وأيضا من هذه الحافلات باتجاه الولايات الأخرى، هل هم في مأمن في هذه الرحلات؟ نعم، هم يبحثون عن المأمن في الحقيقة. حينما استطلعنا بعض منهم قبل قليل في هذه الحافلات تحدثوا على أنهم وصلوا إلى هنا بصعوبة، صعوبة طرق حقيقة، طرق محدودة جدا التي يمكن أن يتحدث يعني يمكن أن يصل إليها الناس، صعوبة الوصول إلى هذه المحطة من حيث هي. لكن بعد ذلك الحديث على أن غالب هذه الطرق بعد ذلك في السفر الآن لا توجد بها أي إشكاليات بحسب ما ذكر هؤلاء الذين هم موجودون الآن، ويمكن أن نستطلع بعضا منهم الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. ده الحدث ولا شنو؟ نعم، قناة الحدث. نعم الحدث. مرحبا بك. نعم. تفضل. صالح محمد صالح بخاري. أول حاجة أسأل. أيوة. أنا داير أسألك. نعم. الناس اللي بيجوا هنا بسافروا كثيرين والله شوية. كثيرين والله وبيعانوا كمان، لكن أنا هنا قاعدين نجيف معهم. كم في زول قصرت منه قروش قاعدين نتم له الحمد لله، لكن بيصلوا. بيصلوا بأي سير بيصلوا الحمد لله. لكن الأسعار هم بيشتكوا قالوا الأسعار غالية جدا. في معاناة في مياه الشر في الأكل. لا قالوا برضو أسعار التذاكر غالية. جدا. غالية، لكن غالية حسب ما في وقود. الوقود ما في. ده سبب غلاء التذاكر. أيوة نعم. إنه ما في وقود. نعم. طيب الناس اللي بيجوا بيمشوا لكل الولايات ولا ولايات بعينها أكثر يعني أكثر ولايات. ولايات بورسودان ومدني. اللي بيسافروا أصلاً بورسودان يا مدني. البقية طيب بقية الولايات القضارف كسلة. ما أنت بتركب مدني من هناك بتمشي أصلاً. بيتصل، لكن أنت لقيت بورسودان أكثر أمان. مدني أكثر أمان ولاية في النص السودان. الآن التذكرة لبورسودان بكم؟ التكسير ما سيرة ما واحد أي زول تقريبا 220، لكن كثير شديد والله. أنا ما قاعد عشان أنا بشم مدني سنار. طيب مدني سنار بكم؟ مدني سنار 15 20 10 5 6 حسب الإنسانية بتاع الزول دار وصل. نعم حسب هو ماشي أهله يعني سعر ما واحد. نعم سعر ما واحد ما متوحد، ونتمنى إنه شنو الأمة العربية كلها تقيف مع السودان في الوضع الهسع هنا فوق ده، محتاجين للأمة العربية. أنا هنا كعرب كمسلمين لازم نقيف في موقف زي ده أقيفه مع الناس. في ناس ما قادرين يأكلوا ويشربوا والله والله، موية ما في، أكل ما في، صف يا جماعة لازم تقيفوا مع الناس. أنتوا أمة ليشنو؟ الأمة العربية دي ليشنو؟ يسموكم عرب ليشنو؟ العرب كرم، أصل العرب كرم من زمن الجاهلية قبل الإسلام. العرب يتكلم عن الكرم يا جماعة. أقيفوا مع الناس زي. في ناس ما قادرين يأكلوا والله الأصل، يشردوا من بيوتهم مرة وخلوه. أشكرك، الله يديك العافية. ما زلنا الآن في هذه المحطة، محطة واحدة من المحطات التي يخرج منها المواطنون إلى الولايات التي ذكرناها الآن، لكن بحسب إفاداتهم أن أكثر الطلب يكون على مدينة ود مدني وهي حاضرة ولاية الجزيرة، وكذلك مدينة بور سودان وهي حاضرة ولاية البحر الأحمر. نعم سالم، هل يعتبر هذا اليوم أكثر زخما من حيث النزوح عن سابقيه، أم هي الحركة مستقرة نفس الأعداد ربما، وهل اختلفت طبيعة النازحين بحسب نعم
نعم، بحسب الإفادات التي تلقيناها منهم الآن هنا أن ازدياد الطلب على مسألة السفر هي مضطردة منذ اليوم الأول، في ازدياد مضطرد وحرص من المواطنين على الوصول لهذه المحطات، لكن ربما أكثر الصعوبات في هذه الأسعار، الأسعار غير ثابتة، ربما يعني تذبذب هذه الأسعار بين غلاء وانخفاض أو زيادة وانخفاض كذلك، ويضاف إلى ذلك كذلك أنه يمكن أن يكون أيضا الوصول إلى هنا ربما يشكل أيضا عائقا لبعض المواطنين للوصول إلى هذه المحطة، ومن ثم الانتقال إلى واحدة من الولايات التي يمكن منها بعد ذلك أن ينتقل إلى ولاية أخرى أو يخرج خارج السودان. طيب سالم، ذكرت في بداية حديثك بهذه المداخلة بأن الخرطوم المدينة ربما تشهد إلى حد ما هدوء وليست الخرطوم كولاية، هل بعض المناطق في ولاية الخرطوم هي أكثر سخونة على صعيد الاشتباكات من غيرها؟ نعم، هناك في أم درمان توجد مجموعة من المناطق التي تجددت فيها الاشتباكات في محيط الإذاعة والتلفزيون وحتى الاتجاه الجنوبي والجنوب الغربي من أم درمان. مدينة بحري تشهد هدوءا نسبيا، لكن فيها بعض الاشتباكات أيضا في بعض المناطق المتفرقة من مدينة بحري في الجهة الشرقية والشرقية الشمالية كذلك من منطقة بحري، سمع دويل الرصاص والمدافع كذلك خلال هذا اليوم. أنت الآن سالم في وسط مدينة الخرطوم، أليس كذلك؟ على ما يبدو يعني منذ بدء هذه المقابلة معك لم نسمع أصوات انفجارات أو اشتباكات أو حتى طلق نار، أليس كذلك؟ صحيح. إذن هي التهدئة هي السبب وراء ذلك. هذه المنطقة بكل تأكيد هي الهدنة نسبيا معقولة، لكن ما زال يسمع بين الفينة والأخرى تسمع هذه الأصوات، لكن بشكل عام وبالنظر إلى كل الهدنات السابقة ربما تكون من أكثر الهدنات التزاما إلى حد ما. نعم، من الخرطوم كنت معنا مراسل الحدث سالم الهاشمي، شكرا جزيلا لك. هذا وتظاهر مئات السودانيين في منطقة السروراب شمال أم درمان تضامنا مع الجيش السوداني الذي يخوض اشتباكات مع قوات الدعم السريع. من أم درمان سودانية تنضم إلينا الصحفية فاطمة إبراهيم، أهلا ومرحبا بك سيدة فاطمة. ما الذي يتم رصده من قبلكم الآن في أم درمان؟ هل ما زالت هناك الأصوات المناصرة للجيش السوداني في الشارع؟ نعم، تحية لك وتحية لكل متابعي شاشة قناة الحدث. ربما بعض الشوارع الآن في أم درمان تحديدا تشهد هدوء حذر، وهناك عدد من المناطق أيضا تتجدد بها الاشتباكات. محيط الإذاعة والتلفزيون بأم درمان تحديدا منطقة الملازمين أحد المناطق التي تتجدد بها الاشتباكات من وقت لآخر، الآن يتم فيها اشتباكات، إضافة إلى طبعا يعني بعد صلاة الجمعة مباشرة كانت هناك يعني تظاهرات ل يعني أبناء منطقة السرورات شمال أم درمان، تظاهرة مؤيدين فيها قوات الجيش السودانية وداعمين لها أيضا ومرددين كما تابعتم شعارات جيش واحد شعب واحد. وأيضا كانت هناك صباح اليوم يعني عدد من الاشتباكات في عدد من مناطق السودان المختلفة لا سيما أم درمان رغم تمديد الهدنة. لو سمحت لي أنا أتحدث عن يعني تفضل. كنت أتابع الزميل سالم، كان في أحد يعني المواقف التي تنقل المواطنين إلى يعني مناطق الجزيرة في أحد ولايات السودان الشرقية أيضا، فيتجدد نفس هذا المشهد أيضا في يعني محطات أم درمان منطقة غندهار، أيضا واحدة من المواقف أيضا للبصات تنقل المواطنين شمال السودان
الولايه الشماليه تحديدا، ولكن يعانون كثير من المواطنين من الخناق على يعني الفارين من المعارك متجهين شمالا شمال السودان ومنها الى يعني الجار الشقيقه مصر ومنها ايضا الى تشاد. فيعني يشهدون تجار الازمات يعني يضيقون الخناق على هؤلاء الذين يعانون من يعني الامرين، عدم الامان وايضا يعني سوء الخدمات ايضا الانسانيه والصحيه وايضا التوتر في الجانب النفسي المحيط بهم من كل جانب في السودان. فازداد عليهم ايضا وضاق الخناق على يعني تجار الازمات الان يمارسون ايضا ضغوطات كبيره جدا على الفارين من الخرطوم خوفا من يعني الموت الى المناطق الاكثر امانا في السودان شمالا، في يعني اضعاف اسعار التذاكر الان في يعني الباصات المتجهة أتحدث شمال السودان. فيعني هم الآن يعانون من هذه المشكلة تحديدا، إضافة إلى الوضع الصحي أيضا المتأزم في السودان. فيعني القطاع الصحي في السودان يقدم خدمات للجرحى ومصابي الحرب والأمراض المزمنة في ظل ظروف بالغة التعقيد يعني فيعني لا يجدون صعوبة بالغة في إيصال المعينات لبعض المستشفيات، المعينات الطبية، وأنا أتحدث هنا عن المعينات الواردة داخل السودان. فطبعا لا وجود إمكانية وجود معينات من الخارج نسبة لعدم ممرات آمنة. حتى داخل ولاية الخرطوم كانوا يتمنون أن يعني تحقق الهدنة أهدافها، فبالتالي يستطيعون التحرك لإيصال المعينات خاصة الطبية وأيضا المعينات الإنسانية فيما يخص المستلزمات يعني الطبية ومستلزمات الأكل والشرب في المناطق التي تشهد نزاعات في السودان، خاصة عدد كبير جدا إلى الآن واليوم هو الرابع عشر تتوالى في النزاعات في العاصمة الخرطوم بمدن الثلاثة، تشهد عدد كبير جدا من المناطق انقطاع تام في الماء والكهرباء وأيضا إغلاق للمحال التجارية. فالآن المواطنون يعانون من يعني شرب مياه هي غير صالحة للشرب، فبالتالي يزداد يعني الوضع الصحي تعقيدا في ظل هذه. طيب فاطمة، كنت قد ذكرتي بأن التوجه من قبل المواطنين في أم درمان باتجاه الولايات شمال السودان، صحيح؟ فيما ذكر سالم أيضا كما استشهدت به بأنهم يذهبون إلى الولايات الشرقية، هل من سبب للتوجه في أم درمان لهذه المناطق دونا عن غيرها؟ يتجهون إلى هذه المناطق دونا عن غيرها باعتبارها هي المناطق الآمنة والقريبة، باعتبار أنه منطقة أم درمان من المناطق التي تقع شمالا، فبالتالي الأقرب إليه هي الولايات الشمالية. أتحدث عن الولاية الشمالية يعني ولايات المختلفة ومناطق المختلفة، دنقلة، نتحدث عن مرو، نتحدث عن شندي، نتحدث عن عطبرة، عدد من المناطق الآن التي تشهد استقرار أمني، ونتمنى أن يستمر هذا الاستقرار بإذن الله في هذه المناطق التي أصبحت قبلة لعدد كبير جدا من سكان أم درمان تحديدا، باعتبار هذه المناطق هي الأقرب والأكثر سهولة لهم للخروج من العاصمة الخرطوم. نعم، من أم درمان السودانية كنت معنا الصحفية فاطمة إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أكدت وزارة الدفاع التركية تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في مطار وادي سيدنا بالخرطوم، وأشارت إلى عدم وقوع إصابات.
أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركم الناوي عن تحريك قوة عسكرية مشتركة لدارفور لفرض الأمن في دارفور. والناوي أرجع هذا التحرك لتصاعد المواجهات المسلحة في العاصمة الخرطوم وامتدادها لعدة مناطق خاصة دارفور. رئيس حركة جيش تحرير السودان أوضح أن القوة العسكرية المشتركة ستنتشر بالتعاون مع السلطات المحلية في دارفور لمنع اتساع دائرة الانفلات الأمني. هذا وكان والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن قد نجح في التوصل لاتفاق بين الجيش والدعم السريع لوقف الاقتتال في الولاية. من شرق دارفور ينضم إلينا الصحفي صالح أبو علام. أهلا ومرحبا بك صالح، ما هي آخر المعلومات لديك صالح من حيث إذا ما كان فعلا تم الاستجابة إلى التهدئة في دارفور؟ نعم، حتى الآن التهدئة تسير كما هو مخطط لها في غرب دارفور وفي جنوب دارفور وفي شمال دارفور. هذه الولايات هي الولاية الأكثر تضررا، هي غرب دارفور، والأمور الآن فيها تسير نحو التهدئة، دخول الهلال الأحمر ودخول أيضا جهات محايدة من الإدارات الأهلية. كل هذه الأطراف ساهمت في أن يمضي الوضع نحو الأفضل من خلال إجلاء الجرحى ومن خلال فتح ممرات آمنة للمواطنين ومن خلال تفقد أيضا الأسر، من خلال أيضا تفقد المدارس والمساجد التي بها الآن عشرات الفارين من القتال نازحين داخل هذه الأحياء. وهنالك أيضا قوات حتى الآن لم تصل، كما تحدث عنها حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي. هذه القوات هي تتبع لحركات الكفاح المسلح، هي أيضا جهة محايدة يعني تتدخل في هذا الصراع من أجل فرض والسيطرة على الأمور على أرض الواقع. الوضع في غرب دارفور، الاقتتال توقف ولكن الوضع الإنساني ما زال كما هو، لا توجد تدخلات في الوضع الإنساني. حتى الآن المستشفى متوقفة، وحتى الآن الكهرباء والماء أيضا مقطوعة من غرب دارفور، مدينة الجنينة تحديدا عاصمة الولاية. هنالك مناشدات كثيرة جدا أرسلت لجهات عديدة، ولكن حتى الآن لم تستجب هذه الجهات لنداءات الأهالي، لنداءات الهيئة. طيب صالح، عدم وصول المساعدات التي يتم طلبها من قبل المدنيين، لم تصل بسبب عدم الاستجابة أم لم تصل بسبب وعورة الطرقات وعدم سلامتها وتأمين الممرات لهذه المعونات؟ ما السبب؟ هو نعم، هو بالطبع عدم سلامة هذه الممرات وعدم أيضا وجود ممرات آمنة للحركة من وإلى يعني المدن. هنالك انفلات كبير جدا في الأمن، عادت جماعات النهب والسلب في عدد من الطرق بدارفور. كانت هذه الجماعات قائمة فترة طويلة، لكن حالة السيولة الأمنية الموجودة الآن جعلت الأمن مختلف جدا. هنالك نهب للسيارات، هنالك نهب للوقود، للسلع الأساسية، للأسواق وهكذا. هذا هو ما حدا اليوم، الشرطة أيضا بأن تنزل إلى الميدان في جنوب دارفور بهدف فرض السيطرة في جنوب دارفور. هذه الخطوة يمكن أن تطبق أيضا
في ولايات أخرى، الولايات الأكثر تضررا خلال الأيام الماضية في إقليم دارفور، نعم. بعكس شرق دارفور. شرق دارفور الأوضاع فيها آمنة منذ اليوم الأول. طيب صالح، الحديث عن القوة العسكرية المشتركة التي تحدث عنها السيد مناوي، هل وصلت إلى جميع الأماكن التي تشهد سخونة في القتال، وما طبيعة وجودها على الأرض؟ نعم، هذه القوات بدأت بشمال دارفور بالفاشر وفرضت سيطرتها على أرض الميدان. حتى الآن الأوضاع هادئة جدا، الأسواق مؤمنة، لم تشهد الأسواق أي خروقات بعد وصول هذه تأمين الأسواق وتعمل على تأمين أيضا المداخل والمؤسسات الرسمية. ثاني ولاية مستهدفة بهذه القوة هي ولاية غرب دارفور، وحتى الآن القوات لم تصل إلى غرب دارفور، ولكن ربما تصل في الساعات القادمة بهدف فرض السيطرة على مدينة الجنينة، وهي المدينة الأكثر تضررا والأكثر انفلاتا من بين مدن إقليم دارفور. إذن حتى الساعة لم تتمكن هذه القوات، أو لم تصل حتى الساعة إلى منطقة الجنينة، أليس كذلك؟ نعم، لم تصل حتى هذه اللحظة إلى الجنينة. إذن من القوات المسيطرة في هذه المنطقة الآن؟ هنالك فقط حركة للسلطات المحلية وحركة أيضا للإدارة الأهلية، هذه هي أكثر منظومة متحركة في غرب دارفور. جهات محايدة الآن هي التي طلبت الهدنة، هي التي طلبت فتح الممرات الآمنة لإجلاء الجرحى، هي التي تحدثت مع المجموعات السكانية المتحاربة بالجنينة. الجيش لم يتدخل أبدا، الجيش في مكانه والدعم السريع أيضا في مكانه، لم يتدخل في الصراع الأهلي الذي فاقم من الأوضاع في الفترة الماضية، ولم يتدخل أيضا في عمليات السلب والنهب التي وقعت في هذه المدينة. اليوم هو صوت فقط لجهات محايدة، جهات أهلية محايدة مع السلطات المحلية في غرب دارفور بهدف فرض السيطرة على هذه المدينة والهدنة التي اقترحتها هذه الجهات ما زالت تمضي بصورة طيبة. من شرق دارفور كنت معنا الصحفي صالح أبو علامة، شكرا جزيلا لك صالح. دعت قوى الاتفاق الإطاري في السودان قادة الجيش والدعم السريع إلى التعامل بإيجابية مع المبادرة الأمريكية السعودية، كما أوضحت قوى الاتفاق الإطاري أن ما يحدث في الجنينة من مواجهات قبلية هو نتيجة مباشرة للحرب. قوى الاتفاق الإطاري دعت أيضا لضرورة الإيقاف الفوري للحرب قبل الانهيار الكامل للدولة وتفتتها بحسب ما جاء في بيانها، وشددت قوى الاتفاق الإطاري على ضرورة التوصل لوقف إطلاق للنار بشكل دائم والعودة إلى المسار السياسي السلمي. من جانبه قال دبلوماسي ووسطاء لرويترز إن البرهان وحمدتي التقيا للمرة الأخيرة في 8 أبريل في مزرعة على مشارف الخرطوم. المصادر قالت إن البرهان خلال اللقاء طلب انسحاب قوات الدعم السريع من مدينة الفاشر التي تقع في إقليم دارفور بغرب السودان، كما طلب وقف تدفقات قوات الدعم السريع إلى الخرطوم المستمرة منذ أسابيع. وذكر الدبلوماسي والوسيطان أن حمدتي طلب بدوره سحب القوات المصرية من قاعدة مروي الجوية خشية استخدام هذه القوات ضده. وقال الوسيطان إن الرجلين تحدثا أيضا على انفراد ووافقا على ما يبدو على خفض التصعيد حينها. وكشف دبلوماسي لرويترز أن جهود الوساطة بين الرجلين كانت تنجح قبل اندلاع القتال، لكن حمدتي كان ساخطا، مشيرا إلى أن أحد أوجه الخلاف بين حمدتي والبرهان هو تحديد تسلسل القيادة في البلاد. الدبلوماسي قال لرويترز إن حمدتي رفض طلب البرهان رفع التقارير إليه، وشدد على ضرورة تقديمها لبرلمان منتخب. من الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني، أهلا ومرحبا بك سيد عثمان. الآن نشهد دعوات مكثفة يعني للسياسيين وللحرية والتغيير بأن العودة إلى المسار السياسي هي الأصل في الحل، هل من سبيل إلى ذلك؟
أعتقد ذلك هو الحل الأفضل والحل الأسلم والحل الأسرع، لأن الرصاص مهما كان ومهما كانت توازن القوى بين الأطراف فهو لا يحقق الحل المستدام. أي بندقية واحدة كافية لأن تزعزع مناطق كثيرة في السودان، والحرب ليست في الخرطوم وحدها، يمكن أن تبدأ صحيح في الخرطوم لكنها سرعان ما يمكن أن تنتقل إلى أماكن أخرى حسب الكر والفر بين الأطراف. فالحل المتفاوض عليه الذي يمكن أن يغطي جذور المشكلة ليس المشكلة السياسية الأخيرة فحسب، إنما جذور المشكلة الأساسية للأزمة في السودان، كل ذلك متاح وأعتقد عبر وسائل سهلة. يمكن أن يكون هناك مفاوضات إما ثنائية أو متعددة الأطراف بوساطة سودانية، هناك كثير من القوى السياسية السودانية يمكن أن تكون هي الوسيط بين الأطراف، وبعد ذلك تبدأ عمليات خطوات عملية نحو الوصول إلى حل. تبدأ أولا بوقف إطلاق النار، وهذه عملية سهلة باعتبار أن وقف إطلاق النار لديه فيه كثير فيه قليل جدا من الشروط وقليل من الإجراءات المطلوبة، ثم بعد ذلك يطور إلى مفاوضات شاملة للوصول إلى حل مستدام. أنا في تقديري هذا هو الطريق الأسلم والأسرع والذي يجب أن تحوط عليه القوى السياسية وتطرق عليه بصورة مستمرة. نعم سيد عثمان مرغني، تفضل بالبقاء معي واسمح لنا أن نرحب أيضا بضيفنا من الخرطوم الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق الدكتور جلال تاور. أهلا ومرحبا بك سيد جلال. يعني تم الحديث وفقا للمصادر بأن هناك لقاء جمع ما بين حمدتي والبرهان قبل هذه الأحداث بنحو أسبوع، عندما يلتقي يعني العسكريان بهذه الطريقة ويتم الحديث عن ربما نوع من القبول لكلا الجانبين ومن ثم نرى تفجيرا للوضع على الأرض، ما الذي من الممكن قد يكون حدث بهذا اللقاء؟ سيد جلال تاور، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع سيد جلال. أعود إلى السيد عثمان مرغني وأتحول لك بهذا السؤال، وأنت كنت تتحدث عن لقاء الطرفين من خلال ربما وساطة أو تدخلات تدعم مسار الوساطة ما بين الجانبين، وكان هناك لقاء كما ذكرت قبل قليل جمع الطرفان قبل تفجر وانفجار الأحداث بهذه الطريقة، ما الذي ممكن أن يكون حدث في هذا اللقاء وأودى إلى هذا المآل؟ يجب أن نضع في الاعتبار أن هذه الحرب التي نراها الآن في الخرطوم لا يمكن أن تكون هي نتيجة أعمال أو ترتيبات أو استعدادات تمت خلال الأيام القليلة قبل هذه الحرب. واضح تماما من حجم انتشارها وقوة نيرانها أن هذه الحرب ظلت تشتعل على الأقل خلف الكواليس لفترة من الزمن. كانت هناك إجراءات واستعدادات واستحكامات وتوقعات، بل خطط ألف وخطط باء وضعت بصورة من الصور، وكان هناك استعداد مثل هذا اليوم. بعد ذلك ما يأتي من إجراءات أدت في النهاية لإشعال عودة ثقاب في اللحظة الأخيرة واندلاع العنف وإطلاق الرصاصة الأولى، كل ذلك قد لا يكون هو الأهم طالما أن أسباب هذه الحرب توفرت وأن الوقود الكافي لإشعالها تم الترتيب له بصورة كبيرة. صحيح الخلافات بين الرجلين في الفترة الأخيرة بلغت ذروتها، كان هناك خلاف كبير على رؤوس الأشهاد، كان الطرفان أو الرجلان يخطبان خطب جماهيرية ويتحدثان بصورة صريحة عن الخلاف بينهما وأن هناك إجراءات لابد أن تتبع، ووضح بصورة عملية أن البلاد في تلك اللحظة أصبحت خاضعة لرأسين وليس رئيس ونائب، وهذه النقطة مهمة جدا لتفسير أسباب الخلاف الأخير. لم يكن هناك رئيس مجلس سيادة ونائب رئيس مجلس سيادة، كان هناك رئيس ألف ورئيس باء، وهذا وضع طبعا بالضرورة سيجعل في النهاية لابد من أن يحدث مثل هذا الصدام، طالما أن البلاد رأسين ولا يمكن أن تقاد البلاد برأسين. الواقع أن النتيجة النهائية التي وصلت لها هي الصدام بين الرأسين اللذان كانا يقودان البلاد خلال هذه الفترة الماضية. نعم سيد عثمان، حسب يعني التصريحات بأن خلال هذا اللقاء البرهان طلب من أحمدتي بأن يسحب قوات الدعم السريع من الفاشر، فيما طلب أحمدتي من السيد البرهان بأن يقوم بسحب القوات المصرية الموجودة في قاعدة مروي. على ما يبدو بأن الحوار وصل إلى طريق مسدود، يعني لم تتمكن الجهود الدبلوماسية بين السياسيين
السودان، والتي كانت في هذه في تلك الأثناء ربما تعقد الكثير من الورشات لحل هذا الموضوع ولو بشكل جزئي يهدئ من المشهد؟ يعني أنا أعتقد أن هذا تبسيط للمسألة، أن هذا الطرف قائد الدعم السريع طلب أو قائد الجيش السوداني طلب سحب قوات من الفاشر، والطرف الآخر قائد قوات الدعم السريع طلب سحب القوات المصرية. يعني هذا تبسيط للأمر. القوات من الطرفين عددها بمئات الآلاف من الجنود، وتوزيع وانتشار جغرافي ومختلف الأسلحة تم جمعها ووضعها في المخازن في انتظار هذه اللحظة. لا يمكن في النهاية أن يصدق عاقل أن لقاء بين الرجلين في النهاية وصل إلى مرحلة القفشة التي اقتصمت ظهر البعير، وأصبح أنها كانت مجرد سحب بضع مئات من الجنود من الفاشر وعشرات الجنود المصريين في قاعدة مروي. يعني هذا تبسيط مخل جدا بالمسألة. نحن رأينا تفاصيل هذه الاستعدادات خلال الفترة الماضية واستمرت عدة أشهر، واتخذت للأسف شديد اتخذت غطاء سياسيا. يعني الخلافات بين الرجلين لم تكن تشهر البندقية في البداية. صحيح. كانت تتحدث عن خلافات حول الاتفاق الإطاري وعن إكمال العملية السياسية، يعني اتخذت غطاء سياسي للأسف شديد إلى أن تفجرت عسكريا بفعل هذه التراكمات. سيد عثمان، يعني هذه النقطة التي أشرت لها الآن، هل ربما تجعل الشارع السوداني حتى لا يثق حتى بما كان يقوم به الجانب السياسي أو السياسيون بشكل عام؟ نعم بالضرورة، لأن الأزمة في النهاية أدت إلى هذا الواقع. يعني إذا حاولنا أن ندرس هذه المعطيات التي أدت في النهاية إلى النتيجة التي نعاني منها الآن، وإذا نظرنا إليها بنظرة مجردة من الهوى السياسي، للأسف الشديد أنا أسمع كثير جدا من التبريرات التي تلقى جزافا في الفضاء، الفضاء الإعلامي بالذات، تحاول دائما أن تبرر لكن بشكل رغائبي، يتحدث عن الرغبة في إيجاد حجج وتبريرات وأعذار لطرف وإدانة طرف آخر. لكن النظرة الممعنة في التجرد، القضية الماثلة أمامنا الآن كانت شجرة صغيرة بذرة تنبت وتسقى وترعى بواسطة أطراف سياسية خلال سنوات منذ انتصار الثورة في 2019 حتى وصلت إلى هذه المرحلة الأخيرة. وفي الفترة الأخيرة بالتحديد زودت بكثير جدا من الحيثيات السياسية التي جعلت الخلاف في النهاية بين المكونين السياسيين بين المكونين العسكريين يبدو بشكل درجة من المنطق السياسي، لكن خلفياته ليس فيها أي منطق سياسي. بمعنى آخر أن الأجندة الحقيقية التي تختفي وراء هذه الحرب ليس لها علاقة بالشعارات التي ترفع الآن أمام الجميع، واضح تماما دون الدخول في تفاصيل، واضح تماما الشعارات التي ترفع الآن يعني لأطراف أصلا هي موجودة في الحكم أربع سنوات ماضية، تتحدث الآن عن ما يمكن أن توفره في المستقبل. أربع سنوات لم تفعل ذلك، الآن ترفع شعارات تتحدث عن تكوين دولة في المستقبل وهي الدولة التي لم تستطع المحافظة. سيد عثمان، هل تعني بذلك بأن هذه الأطراف هي السبب بما حدث الآن في السودان، هي من أشعلت هذا القتال بين الطرفين؟ بالضرورة. يعني أي شخص كان مسؤولا بأي درجة من الدرجات، وهذه أقولها بصورة يعني دقيقة جدا، أي شخص كان مسؤولا بأي درجة من الدرجات سواء كان في الجهاز التنفيذي للحكومة أو الجهاز السياسي للحكومة السيادي في المجلس السيادة، أو كان في الجهاز السياسي في الأحزاب سواء كانت حواضن للحكومة خلال الأربع سنوات الماضية أو كانت أصلا موجودة في المشهد السياسي وقادرة على الفعل وليس التحليل، هذه كلها الآن مسؤولة من الذي حدث الآن، لأن المعطيات أو لأن الحيثيات التي سارت عليها يوميات الأزمة منذ بدأت بذرة صغيرة كانت دائما مبنية على تكتيك قصير النظر بين هذه الأطراف، كل يحاول أن يستثمر وقائع ما هو موجود في المشهد السياسي لصالح بناء مكاسب حزبية أو مكاسب شخصية، لم يكن واردا على الإطلاق المصالح القومية التي يمكن في النهاية لو أن تتفق عليها الأطراف باعتبارها أهداف قومية مطلوبة للجميع ثم تختلف الوسائل. لكن الخلاف كان حتى على الأهداف، يعني لم تكن هناك أهداف قومية، كان هناك دائما هدف صغير ضيق جدا سياسي أو شخصي، وفي النهاية يتم الصراع حوله بصورة مصور استخدام كل هذه الآليات في حراك أجندة نفسها متحركة ليست ثابتة.
لو درسنا ونظرنا في أدبيات السياسة الخطبة السياسية التي ألقيت خلال 4 سنوات الماضية نجد أن هذه الأدبيات تعبر عن أهداف أو عن أجندة وتكتيك متحرك ليس ثابتا يؤكد أن هناك فعلا رغبة في بناء مستقبل للبلاد. وللأسف الشديد هذا الأمر أنا أعتقد رغم أنه الآن سابق لوانه طالما أن هناك حرب الآن تدور في البلاد لكن لابد أن يفتح لابد أن يفتح في عملية جراحية بعد أن تتوقف هذه الحرب ليدرك كل شخص أنه مسؤول. لا يمكن في النهاية أن يتحول سياسي هو في 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 حيز الفعل إلى مجرد محل سياسي مثل ما نحل نحن وينظر للأحداث مثل ما ننظر إليها نحن الذين ليس لدينا قدرة على اتخاذ الفعل. وفي النهاية كأنما هم بريئون مما يحدث والذي يجري في السودان الآن هو من صنع الشيطان الرجيم. هذه مشكلة حقيقية يعاني من الوضع الآن في السودان. من الخرطوم كنت معنا رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني، شكرا جزيلا لك. أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدا ساني عن قلقها الشديد من عمليات الهروب من السجون في السودان، مضيفة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع الجناة على الاستمرار في أعمالهم. نحن قلقون للغاية من عمليات الهروب من السجون. كما تعلمون كان الإفلات من العقاب مشكلة كبيرة في السودان منذ عقود مضت، وهذا الإفلات من العقاب هو أصل الكثير مما نشهده اليوم. وعندما تستمر هذه الحالة من الإفلات من العقاب فهذا يشجع الجناة على الاستمرار في انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. فر مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم بحثاً عن أماكن آمنة وهم يتعرضون للانتهاكات في الطريق، لكن الآلاف ما زالوا محاصرين في المناطق السكنية التي اندلعت فيها المعارك وهم ينتظرون توقف القصف للهروب إلى أماكن آمنة نسبياً. تمكن أعضاء من الطاقم الطبي في مشفى البان جديد في العاصمة الخرطوم تمكنوا من مساعدة سيدة على وضع مولودها في سيارة في ظل صعوبة الأوضاع جراء استمرار القتال، لحظة بعثت الأمل لأفراد الطواقم الطبية الذين يعملون بإمكانية محدودة جدا. هي لحظات سعادة قليلة يسترقها هؤلاء بين أصوات القذائف والرصاص الذي لا يتوقف في سماء العاصمة الخرطوم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا صلاة علي. أنا زينب عز الدين. محمد حسين. متطوعين في مستشفى البان جديد. هنتكلم عن الفيديو الطفل اللي تولد في العربية. إحساسنا كان رهيب شديد لأنه دي حاجة في عز الحرب أدتنا بوزيتيف إنرجي إنه إحنا قدرنا نساعد ولو شوية يعني. من بين الأشياء الكثيرة الحزينة والقاسية في الخرطوم كانت هذه اللحظة مبعث أمل لأعضاء الطاقم الطبي في مشفى البان جديد. كيف لا وقد تمكنوا من إسعاف والدته لتنجب في سيارة وعبر موارد وإمكانيات محدودة جداً بينما ينتظر مئات السودانيين من الجرحى في منازلهم وصول من يغيثهم، فحركة الطواقم الطبية شبه مستحيلة مع استمرار القصف والاشتباكات حتى في داخل الأحياء السكنية. كونك تسمع عليك صرخة بتاع الطفل الوليد في زمن بتاع حرب ومستشفيات قافلة، فاخترنا له اسم جميل جدا جدا، أو اخترنا اسمين بعد ذاك اخترنا الاسم الأفضل. الأسماء كانت سلام ومنتصر. أيوة اخترنا أخيرا منتصر. في المستشفى ذاته وقبل يوم واحد تحدثت طبيبة عن الواقع الصعب الذي يعانيه الكادر الطبي إذ لا يحظى بوقت من الراحة، وحذرت من النقص الحاد في المستلزمات الطبية. مستشفى البان جديد اليوم العاشر الساعة 8 مساء، نفس الناس ونفس الاستاف، أرهقوا تعبوا حقيقة. الشخص الواحد بيعمل كم جوب، ممكن ينظف الأرض ينظف البلد يجهز الأكل يدي الدوزيز يترسل يعمل everything، نفس الشخص يعني ما زالوا مصنددين. صعوبة وصول الكوادر الأخرى، استقبال كمية من المصابين. فالوضع الآن هذا الحال ينسحب على كل شيء في السودان، فقد بات السلام أمراً بعيد المنال
عن أحلام السودانيين التي تحولت للبحث فقط عن سبيل للنجاة، فلا الهدن نفعت ولا الوساطات في تهدئة نار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. يارا فارس، الحدث. اشتكى عدد من السودانيين من ارتفاع أسعار تذاكر الباصات التي تنقل السودانيين من العاصمة الخرطوم إلى الحدود المصرية، مشيرين إلى أن العديد من الناس يريدون المغادرة لكنهم لا يستطيعون بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات بشكل جنوني، حتى باتت مغادرة الخرطوم هاجسا يؤرق سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وانقطاع التيار الكهربائي ونقص المواد التموينية والمياه. السودان والخرطوم بتمر بوضع يعني أسوأ من السيئين، يعني حرب يعني، والناس يعني مع أطفال، والد والد كبار، فالوضع يعني بقى خطر جدا، غير آمن، أضعاف تذاكر الطيران. نحن بنجي هون يعني في مصر عندنا شيء ملي، أضعاف يعني تذكرة الطيران، تذكرة البر من خرطوم لأرجين أو لأسوان $1,000 في الوقت العادي، ما تحصل $20 الحين $1,000 من خرطوم لأسوان. احنا نفس الشعر بتاعنا، والشعر جاد من ناحية الجانب السوداني، بيطلبونا بزيادة أسعار هنا، فإحنا طبعاً من ساعة الأزمة ما طلعناش عربات من هنا للسودان، لأن كل اللي جاي من السودان، وطبعاً بعد موضوع الأزمة ده بنسمع أسعار فلكية يعني بالسوداني 1300 2500 كده، يعني زادت لغاية مثلاً ما وصلت الراكب 350,000 سوداني، يعني ما يعادل مثلاً 20,000 21,000 كده. في شأن آخر، كسرت الليرة السورية ولأول مرة في تاريخها حاجز 8,000 ليرة أمام الدولار الأمريكي، فيما ألحق مصرف سوريا المركزي بذلك الانهيار المتسارع للليرة، ورفع سعر الحوالات الخارجية إلى 7,500 ليرة لكل دولار واحد، وبدأ ذلك الانهيار السريع في سعر الليرة مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وكان المركز السوري قد قرر مطلع فبراير تسليم الحوالات الشخصية بسعر يقارب قيمة الليرة السورية في السوق السوداء، بعدما كان في السابق يحافظ على فجوة بنحو 1500 ليرة عن سعر الليرة المتداول في السوق السوداء. وتوقع محللون اقتصاديون وصول قيمة الليرة إلى 8,000 أمام الدولار في السوق السوداء حتى منتصف العام 2023، لكنها خالفت التوقعات وسجلت انهيارا أكبر. من مدينة أوتاوا الكندية ينضم إلينا المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي. أهلا ومرحبا بك سيد أسامة. هذا النزول والهبوط في سعر الليرة السورية بداية وقبل التحليل، كيف ينعكس على الواقع المعيشي للمواطن السوري؟ يعني تدهور إضافي إلى الحد الأدنى من الفقر الجائر على المواطن السوري، الذي كان دخله حوالي $300 عام 2011، والآن بات دخله حوالي 10 إلى 15 دولار. هناك أكثر من 95% من السوريين تحت خط الفقر. أعتقد بدون التحويلات العاملين خارج سوريا سيكون هناك يعني ليس فقرا، سيكون هناك يعني جوع حقيقي ووضع اقتصادي لم يحدث في سوريا منذ حرب السفر برلك أو الحرب العالمية الأولى. طيب، المركز السوري رفع سعر الحوالات الخارجية ل 7,500 ليرة لكل دولار واحد، هكذا إجراء ما الذي يفيد؟ يعني كيف يفيد من يحولون ومن يستقبلون هذه الحوالات؟ الحقيقة هو هذا الرفع خاص ببعض شركات رجال الأعمال لسلع محددة يستطيع تحويلها عن طريق المصرف المركزي بسعر قريب من سعر السوق. هو ليس تعويم لكنه اقتراب من سعر السوق، وإلا لو كان هناك تعويم حقيقي لبلغ سعر الليرة السورية تجاوز 20,000 أو 30,000 ليرة سوري، لأنه لا يوجد أي حامل
للليرة السورية من سلع وخدمات حقيقية. فارتأى منذ أقل من سنة المصرف المركزي كي يكسب مزيد من القطع الأجنبي النادر جدا، هو أن يقترب من سعر السوق السوداء قائلا للرجال الأعمال بدل أن تصرفوه عن طريق السوق السوداء نحن نعطيكم بالليرة السورية بسعر تقريبا السوق السوداء. لكن منذ ذلك الحين لم يستطع الحقيقة المصرف المركزي أن يكون سعره مساوي للسعر السوق السوداء. دائما السوق السوداء أخفض ب 500 ليرة سوري، والحقيقة أنه ثلاث تدخلات أساسية في الليرة السورية فشلت في وقف هبوطها. منذ دخول الروس فعليا بسبتمبر 2015 كانت الليرة السورية 350، اليوم 8100. منذ بدء التطبيع 2019 كان حوالي 550 ليرة، اليوم 8100. منذ وهذا الأهم المرسوم رقم 3 عام 2020 الذي يمنع تداول القطع الأجنبي كان هذاك الوقت تقريبا 950 ليرة، على أساس أنه هذا يوقف هبوط الليرة السورية. الآن نزل من حوالي 1000 إلى 8100، يعني لا التدخل العسكري ولا عفوا السياسي ولا التشريعي استطاع أن يوقف هبوط الليرة السورية. هل من إجراءات من الممكن أن تتخذ من قبل السلطات السورية ربما يعني تنجي ما تبقى أن ينجو بالليرة السورية؟ هو الحقيقة أهم من الليرة السورية أن ينجو النشاط الاقتصادي في الداخل السوري حتى يخلق فرص عمل. هم يريدون إيقاف هبوط الليرة السورية لكن يوقفون النشاط الاقتصادي، والأهم شيء هو إلغاء المرسوم 3 رقم 2020 عام 2020 الذي طبعا كل ما أتى بعده من قوانين تناقض ذلك المرسوم بأنه يستطيع تداول الدولار بالسوق العادية وفتح مراكز الصرافة. نعم هذا سيعزز هبوط إضافي لليرة السورية لكن سينعش الاقتصاد يعني قليلا بحيث يكون هناك نسب أقل من البطالة. الحقيقة البطالة وصلت 80%، لكن حتى في سوريا للأسف الآن لا معنى لكلمة بطالة لأنه رئيس الوزراء بالمرسوم التشريعي راتبه حوالي 260 ألف ليرة سورية يعني 30 دولار، يعني رئيس الوزراء بالمرسوم التشريعي إذا ما سرق فهو تحت خط الفقر ب 30 دولار. طيب سيد، يعني كنا نتحدث عن هذا الموضوع في سياق النشرة بأن كانت توقعات يعني تشي بذلك ولكن في منتصف العام وبنسبة أقل، لماذا جاء هذا الهبوط بوقت مبكر ونسبة أعلى؟ ما السبب؟ يعني هو هناك قانون الكبتاغون الذي يعني منع توفر الكاش والقطع الأجنبي في الداخل الذي كان يدر تقريبا على النظام يعني حوالي 3 إلى 5 مليار ومنهم يقدروا أكثر من ذلك. لكن هناك يعني محاصرة لموضوع قانون الكبتاغون للمرور الكبتاغون، ويعني الأعين تفتحت أكثر على هذا التهريب. هذا كان تقريبا المصدر الرئيسي للقطع الأجنبي. أما ما تبقى من نشاط اقتصادي فهو تقريبا أقل من 10% خاصة بعد صراع أسماء الأسد مع رامي مخلوف، بحيث أنه هي تكون الإمبراطورية المالية بدل رامي مخلوف تكون تبني إمبراطورية خاصة. من مدينة أوتاوا الكندية كنت معنا المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، شكرا جزيلا لك. مستورون وإياكم مشاهدين في هذه التغطية عن السودان وآخر المستجدات، أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. كلها صغيرة يا معا. كلها صناديق بلا الزخائر يا معا في شهر يمير. شرق النيل حاليا من شرق النيل طريق طيران الصفار من أقام سريع لكنه طيران يا جماعة في شرق النيل.
كلها ثقيلة يا جماعة. كلها صناديق بلا الذخائر يا جماعة في شارع النير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.